لسه مكملين باقي اخبارنا وهنروح لاخبار الطقس. يعني حاله الطقس المتوقعه بكره ان شاء الله الخميس، بتتوقع هيئه الارصاد الجويه ان غدا الخميس بيشهد طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري، ومائل للحراره على السواحل الشماليه، شديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وهيكون لطيف في اول الليل ومائل للبروده في اخره على السواحل الشماليه الغربيه، معتدل ليلا على باقي الانحاء. احنا بتنضم لنا هاتفين الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. برحب بحضرتك يا دكتوره. اهلا بيكي يا فندم، مساء الخير على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين. اهلا بيكي، ومحتاجين من حضرتك تفسير يعني لهذه الحاله الجويه اللي احنا بنشهدها. يوم بيبقى الطقس فيه حر، بالليل الجو بيبقى بارد، ايام بنشهد حراره صباحا ومساء. يعني هذه الحاله امتى يعني هتنتظم وتستقر؟ يعني اتفضلي. طبعا احنا في فصل الربيع، فصل التقلبات الجويه الحاده والسريعه، وبالفعل احنا خلال هذه الايام بنشهد ارتفاعات في درجات الحراره على اغلب انحاء الجمهوريه بسبب مصادر الكتل الهوائيه القادمه من مناطق صحراويه من صحراء شبه الجزيره العربيه، فده اللي بيؤدي لارتفاع درجات الحراره خلال فترات النهار. يمكن احنا على مدار هذا الاسبوع كله درجات الحراره بتتجاوز ال 33 درجه مئويه بالنسبه للقاهره الكبرى خلال فتره النهار، ايضا جنوب الصعيد بتوصل ل 43 درجه مئويه خلال فتره النهار، فبالتالي احنا بالفعل بنحس بالاجواء الحاره في المناطق الموجودة في القاهرة الكبرى والوجه البحري فترة النهار، شديدة الحرارة كمان في جنوب البلاد. فترات الليل مع غياب أشعة الشمس درجات الحرارة طبعا بتنخفض، لكن هي بدأت تتحسن عن الأسابيع الماضية. يمكن احنا الأسابيع الماضية كنا بنحس بالبرودة خلال فترات الليل، لكن احنا على مدار هذا الأسبوع الصغرى فترة الليل بدأت تتجاوز ال 20 درجة مئوية، بدأنا نحس بالأجواء الأكثر اعتدالا، يعني أجواء معتدلة فترات الليل في أغلب الأنحاء فيما عدا بعض المناطق من السواحل الشماليه للبلاد. المحافظات المطله على البحر المتوسط لسه فيها بعض البروده خلال وده مكمل معانا للاسبوع اللي جاي. هو ارتفاع درجات الحراره مكمل معانا لمطلع الاسبوع القادم ان شاء الله، لسه في ارتفاعات في درجات الحراره. يمكن احنا مع يوم الجمعه توصل عظمى كمان 34، ويوم السبت تكون 35 درجه مئويه بالنسبه للقاهره الكبرى وطبعا المناطق الجنوبيه. كمان في فرص للامطار بتختلف من يوم للتاني، يمكن احنا متوقع اليوم وغدا الامطار بتبقى موجوده على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب سيناء، وهي امطار خفيفه وقد تكون رعديه ان شاء الله. هيكون يعني لينا وقفه كمان مع حضرتك يا دكتوره منار على يوم الجمعه ان شاء الله، ايضا نتوقع فيه حاله الطقس خلال الاسبوع. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. حلقتنا خلصت النهارده من برنامجكم برنامج اليوم، لكن بكره يوم جديد مليء بالاحداث. كل اخباره ان شاء الله هتلاقوها مع حضراتكم على شاشتكم، شاشه DMC، وبرنامجكم برنامج اليوم. شكرا لكم والى اللقاء.